المدرسة كانت باعتبار موقعها استراتيجي كانت على التلة، والقرية كانت أول قرية عندما يكون يعني تغادر دهوك إلى المصايف سواء سرسك عمادية هذه المناطق المصايف، هذا الشارع الرئيسي اللي كان يؤدي إلى هذه المنطقة. بعد انغمار السد والسد بدأ يعني ترتفع مناسيب، بدأت المنطقة تقريبا كل المعالم أصبحت من ضمنها البساتين اللي كانت بساتين يعني هي كانت مورد رئيسي لأهل المنطقة، وفيها ما لذ وطاب من الفاكهة الرمان والسفرجل والعنب وأنواع يعني الفواكه اللي كانت على مدار السنة حقيقة. هذه البساتين كلها انغمرت وأصبحت يعني مواد عضوية حاليا تتفسخ، وزائدا العيون الكبريتية اللي كانت في منطقة جرمافا أيضا تغطت يعني بهذه المياه، وهذا طبعا كان يؤسف إلى يعني في وقته أنه هذه يعني استثمار في المياه الكبريتية أفضل من الاستثمار في مياه السد، ولكن هذا كانت أنه اختير هذا الموقع أخيرا، يعني كان ضمن ثلاث مواقع كانت أبعد. هذه المدرسة حاليا إذا يعني نكون قريبين منها هناك نوع من القواقع أو اختلفت البيئة، أصبحت بيئة بحرية وبيئة بحيرة، حتى الحيوانات اللي كانت تجاه والطيور اختلفت يعني لولا يعني هذا الجفاف أو اعتماد النهر على مياه الأمطار لكانت هناك الكثير من الفلامنغو والحيوانات الأخرى، بس حجم البحيرة تتقلص سنة بعد سنة، فما تشجع أن تكون بيئة يعني مستدامة مثل الأهوار للحيوانات. هذه المدرسة حسب علمنا تم إنشاؤها في سبعينات القرن الماضي، وكان يرتادها طلاب هذه القرى المجاورة والتي هي تقريبا أربع قرى، وهذه هذا الموقع هو كان عبارة عن تلة مرتفعة عن مستويات الأراضي الباقية المجاورة التي كانت عبارة عن بساتين لفلاحي هذه القرى المجاورة لهذه المنطقة. وطبعا موقع هذه المدرسة الآن هي في تقريبا في منتصف سد هوك، وسبب ظهورها هو بسبب عدم تساقط الأمطار بصورة كافية والجفاف الذي تتعرض له المنطقة وخاصة منطقة أقليم كردستان وكافة أنحاء العالم طبعا، فظهرت هذه المدرسة بصورة كاملة وبهذا الشكل الذي نراه الآن، وحتى مناطق التلة التي كنا نذكرها موجودة كلها وظاهرة للعيان بشكل واضح جدا. ولهذه المدرسة كانت أهمية تاريخية جدا بسبب كونها قديمة، حيث في تلك السنوات لم تكن المدارس متوفرة في كافة القرى والقصوات كما نعلم، ففي هذه المدرسة كان ارتادها الطلاب لقرى عديدين مجاورة لهذه المنطقة، ونراهم الآن الذين هم الآن على قيد الحياة يشغلون مواقع مرموقة في المجتمع ككتاب وكصحفيين أو كأطباء أو كمهندسين وإلى آخره من المهن العالية في محافظة دهوك أو في بقية المحافظات.